وقال الرجال على ما سمعوا الله اول ما وصلوا الشيء يفعلوا مصنع ناس الشيء شراكه وناس الشيء حق حمايه وناس الشيء حق كذا كذا وجد انه قد في الاثنين مصنع ما يروح مع البشر الرجال قلنا كذا هذا ما مش خارج عطف رجع لنا تيرن لانه كان اكثر استهلاك الا حفظك الله تسلم تسلم لانه بازرع المدير الاقليميه مني ايش هذا بس ما شوف عندك صح قوانين ست من صح كانت مستوره على الواقع ما فيش كم رجال كم اصحاب رؤوس اموال اللي كان يستثمر بغض النظر والله ما القصد من هذا ان احنا نذكر سوءة النظام السابق لا ولا ما شفت عم بحكي احنا الان احنا بورطه اكثر من احنا فيه يعني الامانه الصراحه يعني قد كنا الاول الان لو رجعت حسابات تقول لي اين احسن لك النظام السابق ولا الحين اقول لك النظام السابق احسن احنا قايقين تعرفه انا زي ما تعرفه واضح وكذا بغض النظر يعني الامانه لكن كاستثمار كذا ما كان في تشجيع حتى السوق المحلي كان السوق محتكر اتحدى واحد يدخل يستثمر جنب هاي اتحدى او جنب الهامر الاخرى حتى اشوف كان يجي مستثمر صح يدخل خلوه يدخل طرح الحال طرح سامانه بدي يشتغل بدو الان يحركوه حكم المواسك يبيعوا بالآجل يشددوا الحدود الاستثماريه يرفعوا الضرائب يرفعوا الجمارك لما يطفش الراجل يرجع يبيع وقال اتفضل وانا واضح ولذلك السوق غير كان سوق احتكاري سوق احتكاري لا دام مو عامل تجار فلان زرع على لو في سوق سوق تنافسات تقدر تشوف رخص كثير بس لا كان عندنا مثلا العصاير المحدده بيماني هذا كان حاله محاربين لما بدا يسمعوا دخول المنتجات الخليجيه هذا وغيره وغيره بدوا يعيدوا النظر فيها صنعوا منتجات تحترم الزبون تحت حاجه صح ولا لا؟ لكن اني كان السوق بس لا 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 مسكين وصلنا الناس يقدم لك يقول لك ما في حاجه هذا الشريبات الشريبات الحاصل واضح وهكذا ولذلك هنا اللي اقصد اقوله هنا يعني يا المشكله في اليد هذا اذا غاب هؤلاء اذا غاب من يخطط ومن يمد ومن يراقب ستكون المشكله حتى لو عندك الاموال ما دول الخليج لان عندهم طفره ماليه وكذا محمد بن سلمان يا صاحبي 20 30 مدري ما يسويها واضح وهل ها النظريه الاقتصاديه السابقه اللي كانت تقول بان راس المال هو المال اجى الماليزيين وقع السنغافوريين فقالوا الرأس المال الحقيقي هو من؟ هو الإنسان البشر البشر رأس المال البشري ظهر معه رأس المال وهذا هو الأقوى بس يجي بعدين عنده إيش؟ في عنده ثوابت بده يشتغل من؟ الوظائف التي مختلفة إذا جاء إنسان متنور إذا جاء إنسان فاهم المورد الحقيقي هو الإنسان أيوه فيما بعد سهل عملية الوظائف الجديدة صح فعلا هو الذي بيخطط هو الذي بينظم هو الذي بيسوي كل الأمور هو بيجيب المال تمام وقالوا دليل من $1000 من $1000 شركة معينة وصلت إلى 2 مليار دولار 3 مليار دولار بداخل أين سنغافورة بالذات صح وكيف حولوها من مستنقع إلى من؟ إلى دولة يعني أكبر دخل للفرد على مستوى العالم صح إذا المورد البشري أو رأس البشري هو أهم حاجة لا وجود رأس المال البشري اللي بيقوم بهذه الوظائف حتى لو قلنا هنا يعني أضرب لكم مثلا 80% إلى 20% أو 20% إلى 80% أو 50% إلى 50% إذا كان هذا 80% هذا 20% يستحق الأعداد بكفاءة عليه يعني عندك مثلا عندك مثلا رأس مال بشري عندك مثلا موارد فقط بنسبة 20% عندك أزمة الموارد بنسبة 80% تقدر إذا عندك رأس مال بشري زي اليابان 90% يعني مش 80% 90% من المدخلات العامة الإنتاجية جاية من بلدان أخرى ولذلك الآن أغلب الشركات اليابانية ما عادش روحها باليابان الشركة الأم ما عادش باليابان الآن تشوف روحها قديمة منتشرة في الهند في تايلاند في إندونيسيا في ماليزيا واضح؟ عن موضوع طبعا عربي الأردن طبعا ما عنده موارد ايوه عنده من؟ المورد البشري مورد البشري صح المورد البشري صح فعلا يعني بس هل حققت نجاح؟ من افضل من الدول التي على الامارات قبل كذا الامارات ما الامارات ليس زي الاردن شوف الامارات على اعتقد الاردن انا زرت الاردن بال 2005 وزرت ثاني مره في 2019 الدولار هو ذاك السعر ما زاد ولا انت حكمت بنهايه الدولار نعم بين الاحكام الاولويه عالميه الصحه الكادر البشري الكادر البشري هو الفعاليه الاحصائيه كم عدد الاستشاريين الموجودين في الاردن المورد اللي يثبت في المجالات التعليميه وفي المجالات الصحيه يعني شوف تطلع الاولاء طيب رغم ان الطب في مصر متقدم كذلك بس اقول لك ليش اغلب الاردن استشاريين لكن صح مصر فيها اطباء كثير
لكن في الأردن قوصنا محط الشارع خلاص هذا غدور. طيب أحد المقاييس الأولى عالمياً في مثلاً في الطاقة المتجددة، الأولى عالمياً في التعليم أو الرابع عالمياً قطر، يعني في جودة التعليم. هذا مقاييس أيضا تقاس عليها، مش إلا فقط الدولار ثبت سعر الدولار، هذا معيار واحد. عدد الأدمغة في مختلف التخصصات داخل قطر وفي داخل القطر. يا دكتور مش الموضوع ما عندي شيء التعليم وكذا كذا، كم معك رؤوس رأس مال بشري؟ كم معك؟ قل لي عندي زي ما الآن بإحصائي مثلا أحد المؤشرات اللي تدل على التقدم مثلا النمو الاقتصادي أو التنمية رأس المال البشري كذا كذا إحصائية، كم معك متخصصين دكاترة، كم معك استشارين في كذا، كم معك سنة هنا أقدر أقيم أقول صح في علم ده في متقدم ولا متأخر. أما عندك جودة وعندك مثلا طاقة مجددة، كم معك روس هل مني كلها استشارات خارجية؟ هل لي برمجة بيشغل لك واحد خارجي؟ هذا 25% الزميل اللي يقوله طبعا هو يتحدث عن مكشوف الإمارات أو قطر أو غيره، هذا عنده موارد نفط وعنده أساسا نشط وتقر المواني تشتغل بشكل، لكن أنا أتكلم على الأردن ما عنده هذه الموارد، ما عنده نفط، ما عنده غاز، ما عنده كذا، ما عنده الموارد بشكل اللي هو الوحيد يعني. ولا عنده إيش رقم؟ صحيح. عنده فيها رقم. مهما كان ما تقدرش تقارن التعليم في الأردن زي التعليم مثلا في السعودية، عندهم كانت مهولة. أنا درست في جامعة الملك خالد الصدر عام 2012. إمكانيات مهولة يعني لا ما فيش مجال للمقارنة. التعليم والتعلم كانت المادية المعامل إلى آخره لهنك لهنا. بس أعتقد في قادم الأيام بيشتغلوا على البشر. على الشنو؟ بيشتغلوا على البشر. شوفي الآن رؤية 2030 رغم أن المورد البشري فيها مش موجود أغلب الجوانب مادية، لكن قد يكون الراجل عنده خطة بدأ بهذا وبعدين انتقل ما أدري. بس هم قد وصلوا بس لو إذا ما اهتموا بهذا الجانب بيحققوا تقدم في حالة، إذا صار حالة من الأمن والاستقرار في المحيط. أما الدنيا حوايتها كلها مشتعلة دولي ولم يحدث ما كان، قنبلة موقوتة. يعني العراق محيط السعودي مشاكل كلها، اليمن كلها مشاكل، هناك كلها مشاكل، لا صلح حوايتك. زلزل أمورك بالداخلية. أما كذا ما ينفعش، المحيط قدامك يغلي نار وأنت السبب. دول حق تقدم هذا لن يكون ما لم المسألة الآخر اللي بجوارك. نفذ برنامج تدريبي في مرحلة من المراحل، كانوا معي طبعاً مشاركين كويتيين على بحرينيين على سعوديين. نعم. وحقيقة المشاركين معي في السعوديين كانوا كلهم من الفئة اللي هي في الدنيا. فلذلك لا يمكن تستخدم المملكة العربية السعودية وفي عام الفئة من الفئات من الفئات. يعني عنصرية ولا لا يوجد أساسا، ما لا يوجد أساسا تساوي في إطار من البشر، إنه ما في شيء في العليا ولا في الدين. يعني عنصرية تقصلو وتحارب على مجال التعليم والطلبة. قطر ممكن أنا أقول لك قطر بداية تنتقل. أخي كم منا قطر ساعة قطر والبحرين كم منا روا. مو سمين لك دول دويلة ما يشمش حاجة والله أنا عاجز. صبر أكبر من قطر. عندها ثروات الأمة كلها بتقول لي ما تحقق ما عادي مركزها قليل على مستوى العالم. يطلع لك كبر داخل بالعالم ما عم ثروات أمة المفروض. ولا شيء يتحدث عن مورد البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم البحرين. البحرين طفلة في الثروات من أكسد بشكل حقيقي على النمو في مختلف المجالات. لا تقول لي شو لم يحزنون عندهم طفرات هائلة. مش صحيح يعني بتعمل لك إيه أكبر دخل العالم ده القطر، لكن وين القطر كم أكم رأس البشر المال البشري عنده؟ كان معه طلاب قطرين والله في تركيا، درست في تركيا وفوت الدكتوراه في 2012 وبعدين كنا أنا كنا ندرس اللغة التركية مع طلاب قطر ساكنين في فنادق آخر صرخة البيس عندهم ولا حاجة تملك كيف بس ولا شيء. لما دكتور السادة التركية تسأله زي ما نتعلمها أنا اللغة الإنجليزية للمبتدئين يعني كيف حالك؟ قال لها أيين يا شيخ أيين، ما أنا أشدير دي شيخ من نجابها ودخلها داخل إطار اللغة التركية. أيين معناها بثير يعني قل ناصر سن يعني قل قال لها يقول مهن أيين، قال لها أيين يا شيخ أيين أيين ودخل كلمة شيخ، هذا ضروري تكون موجودة واضح. وبالتالي ما على عكس مثلا اليمنيين السودانيين والله يدرسوا ما بيش معهم حتى من حامل البلد، احنا عكل معنا من حمالية من التعليم العالي الأمانة 600 دولار تمام. هذا قاعدين معتمدين على المنحة التركية اللي بيجيبها لهم بالشهر 500 ليرة ومشين حالهم وما شاء الله تحاطيح موت. الشاهد يعني لو الإمكانات هذيك المتاحة لدى السودان لدى اليمن فعلا الأمور مهيئة ومستقرة والله لن سابق الصين والأمريكا. المورد البشري اللي يستهينوا فيه الشعب اليمني عظماء بنين وبنات.
في ظل هذا الحرب من تتوقع أن تعزها تستمر بهذه المخرجات وأن تبرف يدرسوا ما؟ فأنا أتوقع أن الجامعات أصبح الآن مدارس ما عادش وأغير والنظرة المدارس شغالة والجامعة شغالة والمخرجات شغالة وما شاء الله وفي كل المجالات وناس يسافروا وناس يشتغلوا وظائف قطاع خاص وعام وإلى آخره نموذج ما بتركوش ولا تعرضوا على حقيقة هذا النموذج إلا لما يكتب عنه فيما بعد بتعرفوا مثلا في ظل الحركة عاشت هذه المدينة واستطاعت أن تتغلب على كل الصعاب وتفرض نفسها وفعلا تثبت أنه فعلا بلد العلم والثقافة مهما حاصرت ومهما حاربت ومهما دعيتم لا نحن هنا نحن هنا يا والله هذا النموذج مساء والله مساء ولذلك يفترض احنا الآن والله احيانا نضحي فعلا لما نشوف يعني في ناس تحط التضحية لو ما يحصل الآن في اللي في تعز الآن أو في أي دولة خليجية قسما بالله قام شحاتين في كل بلد ان قال اغلقوا عطفوا جزعوا ما حد جالس في المدينه من حصار وحارب وضار يقتل الطفل كذا وسحبوا الله قالوا قالوا خلاص خلينا نهدس المدرسه من اين رايح هذا؟ واضح خلاص اصبح ولا حاجه يعني فهم يعني ولذلك عظماء كل الامانه يعني عظماء ونموذج فريد في التضحيه والتمييز والتالق والله ما تجد مدينه بالعالم زيها معانا خيال ثاني اصلا ها؟ يعني شوف الا في خيال لو كنت مضعف في خيال نتنزل لو كنت مضعف فكنت اقول نازحين الله يا غالي نازحين ورحت تقتلوا افعال مخيمات النازحين يلا يا عالم يا علينا هذا عين هذا حق اوكرانيا قد نزحوا نصهم ومسموم ما تحصلوش تعمل اللي تحصل احنا يعني نظر ولا استعملت ايه ها حقيقه الذي عاش داخل مدينه تعز قبل فك الحصار الذي قام